إذا تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من المغفرة والتوبة. مواصلة للجزء الأول من نقاشنا حول اللقاء الذي جمع وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد ووزير الداخلية التونسي كذلك الفقي، والذي تمحور حول التنسيق بين البلدين لتنمية الحدود. لما نتكلموا على تنمية الحدود أستاذ، نروح الآن بلغة بسيطة، ماذا ينقص التربية في الحدود؟ ما يخصناش فقط الطرقان ولا يخصهم الماء، لازم نتجاوزوا قضية الطرقات، قضية الماء، قضية المدارس، قضية السكنات، هذه لازم نتجاوزوها. لما نتكلموا على التنمية نتكلموا على مصانع، نتكلموا على شركات، نتكلموا على استثمارات كبرى هناك حتى تلم ساكنة المناطق الحدودية. شوف خلينا نقولها بصراحة، يعني الرئيس كان أشار إلى ربما برنامج مهم جدا رفع الغبن على كثير من المناطق، وهي مناطق الظل. هذا البرنامج سمح لعديد البلديات والمناطق المعزولة والنائية أنها تستفيد من هذا البرنامج الخاص. السؤال، هل اليوم هذه المناطق الحدودية فقط محتاجة كما قلت بالتزويد بالكهرباء والماء والغاز؟ هذه النقطة لماذا؟ لأنه المواطن في الأخير خلاص بالنسبة لي هذا الأمر أصبح أمر واقع وتجاوزناه. اليوم مطلوب من الناس اللي تستثمر في واللي تملك الأموال أنها تتجه لهذه المناطق، ولكن في المقابل حتى هذا المستثمر بلال يقول لك أنا وش هي الضمانات اللي باش نمشي إلى هذه المناطق باش نستثمر وما تكونش فيه عراقيل بيروقراطية. وهذه هي الكارثة بلال، المسألة والعراقيل البيروقراطية والتأخر في تطبيق تعليمات الرئيس أو تعليمات وزير الداخلية أو حتى تعليمات ولاة المبادرة. المبادرة لماذا؟ لأننا اليوم نشوف بأنه تأخرنا بشكل كبير بلال في بحث التنمية في هذه المناطق الحدودية. شفنا وسمعنا ورانا عندنا نواب يعيشوا في هذه المناطق الحدودية، راهم يوميا ينقلوا انشغالات هذه المواطنين، ولكن للأسف شديد فيه استجابة متباينة. قلت لك الولاة، على السادة الولاة الآن تخرجونا من هذيك الفكرة، رانا نديروا لكم في السكنات في الطرقات، يلا روحوا الأمور أخرى، استثمارات تقدروا تخلقوا، استثمارات تقدروا تلتقوا مع رجال اعمال مع مستثمرين، تقدروا حتى من صلاحيتكم تجيبوا مستثمرين من الخارج ما دام عندكم قانون استثمار. فقط استاذ علي ربيت، نروحوا للاستاذ علي بوتلجة زميلك في البرلمان في قبه البرلمان، وانتم تلامون ما لا ما لا ما يعني جاي لي عندكم. استاذ علي بوتلجة مرحبا بك. مساء الخير بلال، مساء الخير السي الدكتور علي ربيج ضيفك وكل مشاهدي قناة الشروق، وشكرا على الاستضافة. إذا اللقاء الجزائري التونسي الذي انعقد في هذه الصبيحة والذي تحدث عن التنسيق خلينا نقول الأمني، هكذا مشينا فيها دكتور ربيج، تنسيق أمني وتنموي بين الجزائر وتونس. أستاذ بوتلجة، إذا نعود لك سؤال فقط، اليوم كان هناك اللقاء الذي جمع الجزائر وزير الداخلية الجزائري ووزير الداخلية التونسي حول لقاء تنموي أو لقاء لتنسيق تنموي وأمني بين الجزائر وتونس، لماذا في هذا الوقت بالذات وما المقصود منه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، شكرا مرة أخرى على الاستضافة. الحقيقة أنه ما بين الجزائر وتونس هناك 1034 كيلومتر طولي من الحدود، ومن الجهة الجزائرية هناك 5 ولايات حدودية، والأمر الآن تجاوز العلاقات العادية ما بين الجزائر وتونس وتطور إلى علاقات إقليمية. وش معناتها إقليمية؟ احنا بصدد وضع آلية عملية من خلال هذه اللجنة المشتركة تنمية المناطق الحدودية لتنمية الأقاليم. واش معناتها تنمية الأقاليم؟ هو أنه الولايات أو الأقاليم من الجانبين لازم يوصلوا إلى نفس المستوى من التنمية، من التكفل، من خلق فرص مناصب الشغل، ونبتعدوا كل البعد على كل ما هو تهريب، كل ما هو فوارق في التكفل وفوارق اجتماعية في الجهتين. الآن ما يخفى على حتى واحد لماذا الآن؟ لأنه الجزائر إذا كان ناخذ المثال نتاع تونس، تونس عندها الحدود مع دولتين هي ليبيا اللي يعني للاسف الشديد الاستقرار فيها يعني ماهوش في المستوى اللي يطلع عليه الشعب الليبي وشقيق الجزائري. تونس يبقى لها حدود نتاع 1000 كيلومتر مع الجزائر فقط، بينما الحدود الاخرى هي مفتوحه على البحر الابيض المتوسط. يعني اهميه تنميه الحدود والاقاليم الحدوديه مع الجزائر هي يعني نقدر نقول يعني تحدي امن قومي بامتياز. بالنسبه للجزائر كذلك مع حدودنا الطويله جدا مع ليبيا، مع مالي، مع النيجر، مع الجار الغربي، وكذا موريتانيا، يعني تقريبا كلها حدود يعني تشهد توتر كبير، ويعني والتحكم فيها هو تحدي كبير. مهم جدا كذلك بالنسبه للجزائر انه الجهه الشرقيه اللي تتعلق بال1000 كيلومتر تونس تكون يعني مستقره، ويكون يعني الجهه هذه تلعب دور في تنميه الولايات الحدوديه نتاعنا. حتى اليوم ان قانون الاستثمار الذي اقره البرلمان وصدر في الجريده الرسميه، وقانون العقار الاقتصادي الذي اقره البرلمان وصدر في الجريده الرسميه، وقانون المناطق الحره الذي اقره البرلمان وصدر في الجريده الرسميه، كلها تحث على او تعطي يعني الكثير من التفاضليه بالنسبه للمناطق الحدوديه وتنميتها ودعم الاستثمارات فيها. الشيء الذي يعطي بدائل اخرى لسكان المناطق الحدوديه هذه من خلال خلق مناصب شغل جديده، من خلال يعني فرص استثماريه جديده. واليوم يعني البلدين والمناطق الحدوديه في حد ذاتها عندها الكثير من الفرص الاستثماريه. إذا كان نشوفوا مثلا ما توفره السياحة التونسية في المناطق الحدودية، لا سيما في طبرقة، ممكن جدا أنه تكون يعني نسخة طبق الأصل بالنسبة للقالة، ما دام يعني التضاريس والطبيعة هي نفسها. كذلك الكثير من المصانع والوحدات الإنتاجية بالنسبة لقطاع الصناعات الدوائية، بالنسبة لقطاع الصناعة التحويلية، العجائن، أغذية الأنعام، الكثير منها موجودة على الحدود في الطرفين. ممكن جدا هي كذلك انه تكون يعني استثمارات مستقبليه ناجحه بالنسبه للولايات الحدوديه. انا اقول بانه اليوم تحولنا في علاقاتنا مع تونس الى مستوى يعني اللي كان يطمح له الرئيسين قيس سعيد والرئيس عبد المجيد تبون، اللي من خلالهم الرقي بالعلاقات يعني المتميزه ما بين الجزائر وتونس الى علاقات يعني نتاع شعب واحد في بلدين من خلال مناطق حدوديه في نفس مستوى التنميه. خليني انا اسالكم الاثنين لانكم برلمانيين الاثنين. انتم كدكتور علي ربيج والاستاذ دكتور علي بوتلجة او علال بوتلجة، خليني نسالكم انتم كبرلمانيين يعني دوركم في هذه الظروف اللي تعيشها الجزائر، ناحيه من ناحيه من ما يحدث في من دسائس من جهه مالي، كذلك الحدود الامنيه في الجزائر. انتم كبرلمان، اتكلم عنكم انتم، انت دكتور علي ربيش تحضر البلاطوهات، وكذلك الدكتور علال بوتلجة يعني كل ما يكون بلاطو يحضر ويدافع ولكن نتحدث كقبه البرلمان كغرفه. اين دوركم هنا؟ لماذا ما تكونش هنا تحركات مع برلمانيين؟ مثلا تدخلوا في مع برلمانيين في تونس، مع برلمانيين في موريتانيا، مع برلمانيين لما لا في الدول الاخرى التي تعيشها التوترات حتى تخفوا، يعني يكون تنسيق برلماني بيناتكم. شكون يبدا، انت ولا هو؟ سي علال، خلي سي. تفضل سي علال. شكرا بلال، شكرا دكتور. شوف انا نقول لك بانه ربما دورنا ما راهوش يعني يسوق له كما يجب، او ربما لا يظهر كثير من الاعلام، ولكن وش اللي قمتوا به وما سوقلوش الاعلام دكتور؟ معليش انا ما قلتش لم يسوق له الاعلام، قلت لم يسوق له جيدا، ماهوش فقط الاعلام. ولكن نقول لك بانه مثلا اذا كان نتكلم على علاقاتنا مع تونس، عندها فقط اقل من شهر ونص رئيس البرلمان التونسي كان موجود في الجزائر، نعم، بدعوى من زميله سيد إبراهيم بوغالي. هذا في حد ذاته يعني نشاطه، هو كان أول زيارة لرئيس برلمان تونس إلى خارج يعني خارج تونس، يعني بدأ بالجزائر، وهذا يعني كان متمخض عنه الإمضاء الاتفاقات تاع التعاون ما بين البرلمانين ترقى إلى مستوى تطلعات يعني الشعبين. هذا من جهة. من جهة أخرى، لجنة الصداقة الجزائرية التونسية هي من أنشط لجان الصداقة ما بين يعني لجان الصداقة الأخرى، وكاين عمل كبير هو يتم في هذا الإطار. تنسيق كبير ما بين البرلمانيين الجزائريين والتونسيين، والموريتانيين، حتى أن رئيس البرلمان الموريتاني كذلك السنة الماضية زار بدعوة من السيد إبراهيم بوغالي زار الجزائر، وقلت تنسيق كبير في البرلمان الإفريقي. الجزائر البرلمان الجزائري احتضن في إطار البرلمان الدولي، احتضن لقاء الساحل يعني والمناهضة نتاع العون في منطقة الساحل اللي حضرته مالي وحضروا تشاد وحضروا النيجر وحضرته موريتانيا، زيادة على بوركينا فاسو، حضرته أكثر من 13 دولة تاع دول الساحل. احتضنت الجزائر السنة الماضية بمبادرة من البرلمان الجزائري واستضافوا البرلمان الجزائري، وهذا كذلك مكننا أن ندخلوا في تواصل مستمر مع زملائنا في تشاد وفي مالي وفي دول الساحل كلها. حضورنا في البرلمان الإفريقي كذلك من خلال خاصة البرلمان الإفريقي أستاذ علال بوتلجة، نعم خاصة إفريقيا يعني لازم تخشوا لها كما يقولوا خاوتنا التوانسة بقوة يعني. لا نقول لك أنه في البرلمان الإفريقي نرأس لجنة النقل عن طريق زميلتنا بهجة، وكذلك في اتحاد برلمانات افريقيا نرأس لجنه عن طريق دكتور إليمي. كنا كذلك عندنا نيابه رأس لجنتين، وكاين عمل كبير على مستوى البرلمان الافريقي. نعم حتى نروحوا لنائب برلماني زميلكم تونسي عبر سكايب ولا عبر الهاتف اللي راح يكون معنا، نظن الزملاء راهم يتواصلوا معاه فقط. نعم. نقطه اخيره يعني لما نتكلموا على لقاءاتكم، انا اعرف انكم ناشطين، انا خاصه انا كاعلامي نشهد لك انت ونشهد كذلك دكتور بيج، عندكم هذيك الحماسيه يعني، ولكن صناعه اللوبيينغ اليس من حقكم انتم كذلك تنسقوا مع الخارجيه مثلا لخلق لوبيينغ في البرلمانات الافريقيه؟ بلال انا نشكر زميلي علال على هذا التوضيح المهم. نعم. جدا، لانه في الاخير بلال باش يفهم المواطن وعبر المرجعيه تاعنا اللي هو الدستور الجزائري. نعم. احنا في السياسه الخارجيه نتحرك في ظل السياسه الخارجيه الرسميه. نعم. لا يمكن ان نتحرك، اسمح لي بلال، لا باش نعرفوا الحقيقه. انت كبرلماني او كرئيس لجنه او كرئيس لجنه صداقه او حتى رئيس البرلمان اللي بالمناسبه نحيوه بالخرجات تاعو اللي يخرج، لا يمكن اننا نكونوا احرار في التحركات تاعنا الا بالعوده الى السياسه الخارجيه، الى وزير الخارجيه. لجنه السياسه العلاقات الخارجيه اليوم، وانا يعني عضو في لجنه العلاقات الخارجيه، لا نستطيع اننا نتحرك بكل حريه الا انا قلت لوبيين كاش ما تخدموا لوبيين. لا هذا معاك موافقك فيه. نكمل اذا كان تسمح لي، معليش نكمل برك قطع في استاذ علال بوتلجة حتى نسمحوا الاتصال بالاستاذ ياسين مامي البرلماني التونسي. استاذ علال بوتلجة كسؤال اخير، انت كنت مسؤولا محلي، الان ما هو المطلوب من الولاة على المستوى المحلي كتنميه؟ ما تقوليش فقط السكن والطرقات والمدارس. حبيت فقط نقول لك انا عندي يومين جيت من مهمه في جمعيه برلمان مجلس دول اوروبا. نعم. اللي نمثل فيها البرلمان الجزائري مع زميلي ابراهيم تخينات النائب على الجاليه. العمل تاع اللوبينغ نقول لك تلاقينا باكثر من 30 نائب من دول مختلفه، من ايرلندا، من انجلترا، من بلجيكا، اثنين من سويسرا، من تركيا، كلها في اطار التنسيق والعمل على لائحه كان تم انزالها بالنسبه للموضوع نتاع الاعتداء الهمجي الصهيوني على على قطاع غزه. هذا في اطار يعني التواصل وتبليغ وجهه النظر الجزائريه، وهذا هو العمل اللي يندار في العمق. زملائي كلهم جميعهم الجزائر سيدي يعني بلادكم شابه ما تحشموش بها، عرضوهم جيبوهم للجزائر، عرضوهم هنا، مانيش عارف انا، عرفوهم ببلادكم. ناكد لك باللي كل شيء هذا راه يتم، وكاين عمل كبير يندار، يكون عندنا يعني فسحه اخرى باش نديروه ان شاء الله نتكلموا عليه. انا نقول لك بالنسبه للولات نتاوعنا الان واش هو المطلوب، ونتوقع انه هو نفسه المطلوب بالنسبه للجهه التونسيه، هو انه نخفف الاجراءات البيروقراطيه على الجانبين، يعني على المواطنين في الجانبين، نخفف الاجراءات على المستثمرين في الجانبين، نفتح اكثر الاقاليم اخواننا التونسيين باش يعني يستثمروا في الجزائر. انا اليوم نقول بانه مهم جدا انه نرجعوا الى التخفيف من اجراءات تنقل الاشخاص والبضائع، الى لما لا نرجع الى وقت بطاقه التعريف الوطنيه. اليوم مهم جدا انه التونسيين يحظوا بتفاضليه بالنسبه للمناطق الحدوديه، والجزائريين نفس الشيء بالنسبه للجهه التونسيه. اكيد انه العمل على تسهيل موضوع الاستثمار، ان شاء الله يتم التنقل، هذا هو اهم شيء في المرحله الحاليه. ان شاء الله يتم هذا في اطار مخرجات هذا الاجتماع. شكرا لك استاذ علال بوتلجة البرلماني، والذي دوما كل ما يكون عندنا مواضيع الا نتواصلوا بك، نلقاوك معنا حاضر. شكرا لك دكتور. إذا نروح إلى الأستاذ ياسين مامي البرلماني التونسي في انتظار الاتصال معه. خليني كنت حتكمل توضح واحد النقطة. النقطة المهمة وهي أنت طرحتها هي حق المبادرة. حق المبادرة نعم، هذا ربما أنا كنائب في البرلمان ربما نتكلم بنفسي وما نحملش زملائي الآخرين، نقصتنا حق المبادرة، لأنه في بعض الأحيان فيه نقص نقص أيوه، في بعض الأحيان النائب يمارس على نفسه واحد المراقبة وهي ماهيش موجودة ولا وحده، ويكلف روحه في واحد الأشياء وهي غير موجودة. لجان الصداقة كان المفروض تتحرك وبشكل كبير. نعم. لما نتكلموا على لجنه الصداقه الفلسطينيه او لجان الصداقه الاخرى الماليه التونسيه، هذه اللجان لابد ان تكون حاضره وبقوه. نعم. نتكلموا كذلك على لجنه اخرى مهمه جدا بلال وهي لجنه الصداقه الجزائريه الصحراويه، هي من كذلك أكيد. من بين اللجان اللي راهي تنشط وبقوه. نعم. ولكن مع هذا دائما نشعر باننا مقصرين، لكن ان شاء الله في مده السنتين اللي بقات في عمر البرلمان وفي غرفه ان شاء الله اننا نبادر الى خلق الافكار، لانه في الاخير هي عباره عن افكار. انت قلت نجيبوا برلمانيين، هذا نوع من المبادرات أكيد. اللي باش تعرف بلادك وتعرف اللوبينج يا دكتور، وضروري اننا نخلق هذا اللوبينج في افريقيا وفي اوروبا وفي اسيا. اذا نروح الى زميلك التونسي في البرلمان التونسي الاستاذ ياسين مامي. مرحبا بك استاذ. مرحبا بك ومرحبا بضيوفك ومرحبا بكل متابعي قناه الشروق والاشقاء الجزائريين. نعم. استاذ ياسين مامي، لقاء الجزائر تونس اليوم كان لقاء كبيرا من ناحيه مضمون هذا اللقاء، من ناحيه الشكليه وكذلك من ناحيه المخرجات الانيه حتى الان التي تم التصريح بها. طبعا هو اليوم يعني اللقاء كان مهم، ويعني هي العلاقات الثنائيه بين الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه والجمهوريه التونسيه هي علاقات نعم. مثمره وعلاقات وطيده قديمه يعني ومتينه. نعم. يعني تعرف انه تونس هي مرورا بتونس، واليوم الحقيقه زيارة السيد وزير الداخلية التونسي إلى العاصمة الجزائر بمناسبة انعقاد الدورة الأولى لاجتماع اللجنة المشتركة لتنمية وترقية المناطق الحدودية التونسية الجزائرية هي مهمة من حيث الشكل ومن حيث المضمون. يعني لما نتحدث عن الشكل، هو اليوم اللقاء مهم خاصة في البعد الحضور الوفد التونسي الذي صاحب السيد وزير الداخلية كان وفد نوعي. يعني اليوم اللقاء انعقد يعني بحضور ولايات قرابة يعني 7 ولايات كانت ممثلة في اللقاء، وهي الولايات الحدودية والولايات التونسية الحدودية مع الجزائر على غرار جندوبة والكاف وقبلي والقصرين وقفصة. والنوعي اليوم في هذه الزيارة انه ما قعدت يعني ما وقفت الزيارة حد اللقاء بين السيد وزير الداخلية ونظيره الجزائري، وإنما أيضا بين السادة ولاة المناطق الحدودية ونظرائهم من المناطق الأخرى من شقيقة الجزائر. وهذا أيضا لتجسيد يعني كانت هناك محادثات ثنائية جمعت الولاة التونسيين بنظرائهم الجزائريين، وكانت خاصة للتحضير لخارطة الطريق للنهوض بالولايات الحدودية بين البلدين، وذلك يعني طبعا في إطار إشغال هذه الدورة. نعلم أن كل ولاية لها خصوصيتها وكل ولاية لها مشاكلها وكل ولاية لها تضاريسها أيضا، واللقاءات على مستوى الولايات تترجم يعني البعد الجهوي الذي اتخذته هذه الزيارة حتى تكون زيارة يعني على خلاف سابقاتها، وإنما تكون زيارة في العمق تجسد انه تكرس انه لتكون الزياره معناتها مثمره وتكون ثريه ويكون التنسيق يعني افقي. واليوم تعلم انه كانت للسيد وزير الداخليه التونسي العديد من الزيارات واللقاءات على هامش هذه والتنقلات ايضا الميدانيه على هامش هذه الزياره. يعني والتركيز، وهذا سمعناه اليوم ربما ما ظلش واللي يلفت انتباه خاصه بحضور الصدر بالليل، انه الحقيقه ثم مقاربه وثم بعد جديد في 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 التعامل وفي التنسيق بين الطرفين. والمهم ايضا لما لا ننسى انه هذا اللقاء ياتي قبل احياء ذكرى ساقية سيدي يوسف، يعني نحن في 8 فيفري 18 فيفري 1958 يعني واحداث ساقية سيدي يوسف واللي هي يعني سيتم احياء هذه الذكرى ربما في غضون ايام. وهذه طبعا الواقعة اللي جسدت طبعا كان كرد فعل طبعا تعرف التاريخ للدعم التونسي للثورة الجزائرية اللي سقط فيها العديد من الشهداء. واحنا نتطلع اليوم معناتها بارتياح الى هذه الزياره، خاصه وانه اليوم الوضع في المنطقه والوضع الاقليمي وحتى الدولي يتطلب مزيد من التنسيق والتشاور. وهي طبعا تاتي بعد سلسله من اللقاءات، نعرف ان السيد رئيس الدوله التونسيه كان مؤخرا في الجزائر، ثم تلاه السيد رئيس الحكومه كان مؤخرا في الجزائر، وايضا رئيس البرلمان التونسي كان في الجزائر. واليوم نرى تنسيق على مستوى السيد وزير الداخليه وايضا الولايات، وهذا يجسد ان امن تونس من امن الجزائر. والافاق الواعده اليوم المنهجيه وما جسده رئيسا الدولتين، اليوم يتم تجسيد هذه يعني الخطوط العريضه والمحاور العريضه للتنسيق المشترك في كل الابعاد في الحقيقه، في البعد الامني وفي البعد الاقتصادي والتنموي. ولما تكون هذا التعاطي بهذا الشكل قادرين انه نشوفه في المستقبل يعني النتائج نتاعو على رأس الواقع. هذا ما نتمناه استاذ ياسين مامي البرلماني التونسي، نتمنى كل الخير لتونس، كل الامن، كل الازدهار، كل التطور، كل وتحية الإخوة والأشقاء الجزائريين. نعم، نتمنى نتلاقاو انتم كبرلمانيين مع الدكتور بيج ان شاء الله. شكرا لك كذلك دكتور على كل التوضيحات والايضاحات وكل ما قدمته لنا من معلومات وتحليلات. شكرا لك دكتور. شكرا. مشاهدينا الكرام، وصلنا نهاية عدد اليوم من متابعة، ألتقي بكم في مواعيد أخرى إلى ذلك الحين. مبقى لنا كل سنة.